يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس. زمان كانوا بيقولوا قبل كل حدوته كان يا مكان، وكانوا بيقفلوا كل حدوتة بسؤال: هي حلوة ولا ملتوتة؟ احنا هنحكي النهاردة بشكل مختلف. الحدوتة بتاعت النهاردة بنكمل بيها رحلة برنامج أسر الكلام اللي بنفتش فيها عن روح مصر في كل شوارع ومحافظات البلد دي. وروح مصر اللي في السويس أحلى ما فيها، روح مصر اللي في السويس هي روح الإصرار والمقاومة. أهلا بكم في هيروبوليس، أو مدينة الأبطال زي ما سمها الإغريق. أيوة زي ما سمعت كده بالظبط. من مئات السنين اليونانيين لما حكموا مصر وسيطروا عليها كانوا بيسموا السويس مدينة الأبطال، وكأنهم كانوا شايفين المستقبل بالظبط. السويس هي مدينة القدر بامتياز، قدرها وقدرنا وقدر ربنا إنها دايما كانت المدينة والأرض اللي في المواجهة والمقاومة في كل العصور من الفراعنة ولحد دلوقتي. اما بقى في زمن العدوان الثلاثي والنكسة وحرب 73 فكلكم عارفين، كلكم سمعتوا يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، كلكم عارفين كويس قوي ان السويس في الزمن ده كانت سيف مصر اللي قطع وزل رقبة الصهاينة، وفي نفس الوقت كانت درع البلد دي اللي صد عنها بلاوي جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في معركة الثغرة والحصار ومعركة السويس الكبرى. السويس صدقوني هي مدينة القدر، كل شبر من ارضها فيه علامة من دم ولادنا، كل متر من أرضها مدفون فيه عظم من عظم ولادنا. علشان كده لما كابتن غزالي قالك وعظم ولادنا نلمه نلمه نسنه نسنه ونعمل منه مدافع وندافع ونجيب النصر هدية لمصر، بين كل بيت وبيت في السويس حدوتة. حدوتة أسر الكلام جاي يدور عليها النهاردة، لبطل وفدائي بقى منسي بعد ما كان بيضحي بدمه. حدوتة محدش كتبها ولا باين ان في حد عاوز يكتبها. جايين نفكركم بتاريخ ابراهيم سليمان وحمود عواد وعبد المنعم قناوي والكابتن غزالي وكل ابطال منظمة سينا العربية اللي ضحوا بنفسهم ودمهم ومحدش فيهم بعد كل السنين دي لاقي اي تقدير مناسب. احنا في السويس جايين نفتش عن روح المقاومة في ارض مصر، جايين نزور سيد الغريب ونصرخ مع السويسة: يا حامي السويس يا غريب. لم تثبت لحال وتداوي الرجام يا غريب كالريح في الرمال، يا حامي السويس يا غريب. يا لسه مكملين مع حضراتكم رحلتنا في السويس، بندور على روح مصر في السويس، واعتقد انه روح السويس من روح مصر هي روح فكره المقاومه في حد ذاتها، المقاومه اللي مكانتش بتقف عند حد سواء رجاله او ستات، ارجل من الرجاله في بعض الاحيان وفي بعض المواقف وفي بعض السنين. دي تقريبا اغلى ستاره في مصر دلوقتي. احنا عرضنا تقريبا 1,000,000 جنيه والحاجه فايقه رفضت ان هي تبيع الستارة دي أو تتنازل عنها. دي ما تبقى من جيش الاحتلال الإسرائيلي، دي الدلالة الوحيدة على أنه ستات مصر عملوا سلاح الجيش الإسرائيلي ستائر. أنا هنا موجود في بيت أم بيجو، واحدة من رموز مدينة السويس، واحدة من ستات السويس الجدعة اللي فضلت موجودة وقت الحصار وقت المقاومة وقت الحرب، ورفضت أن هي تطلع أي رحلة من رحلات التهجير، فضلت موجودة هنا علشان تأكل الناس من إيديها وعشان ترعى الناس وفي نفس الوقت تسعف الناس وفي نفس الوقت تشجع الناس على فكرة المقاومة. ولما سألناها قبل التصوير أنت كنت بتخافي ولا لأ؟ قالت إحنا كده كده كنا ميتين. منورانا من ميشو. الله يخليك. كل سنة وأنت طيبة. أنت طيب خير. وأيام بركة، أيام أكتوبر دي بالنسبة لي. عاوزك تحكي لنا بقى من وقت الحصار وفكرة المقاومة من أيام 56 لحد دلوقتي. السويس كانت عاملة إزاي؟ أنت 56 كنت صغيرة شوية. صغيرة وكنا برضك مهجرين في مصر. وبعدين 67 بقى لما جت
ما رضيتش اعيش. فامي وابويا الله يرحمهم قعدوا قلت لهم لا انا رهبوا في الشرقيه هنا عندي. فقالوا طب معايا قلت لهم لا هقعد في السويس. فقالوا انا اخد منك عيالي قلت لهم كلهم وانا قاعده مع جوزي في السويس. جوزي واخد امر تكليف امر عسكري وانا كنت من قواعد الدفاع المدني. المستشفى الاسم السويسي تعلم برضك الاطفاء والانقاذ والحاجات دي. وقف من ده في الوقت وقف مع جوزي في المحل. الناس اللي كانوا في الدفاع المدني بياكلوا الناس اللي كانت في الشركات المعمل وشيل والحته دي كان برضه بيجي يقرا عندنا. لكن وقت الحصار وقت المقاومه انت كنت تعمل كل الناس اكل. كل الناس اكل. افتكرنا بقى الايام دي عاوزين نحكي للناس الايام كانت عامله ازاي؟ الايام دي كانت والله كانت يعني وحشه وحلوه. وحشه بان مكان ممسوكين كده مش عارفين نعمل يعني نتصرف في البلد. لكن حلوه ان احنا كنا بنتصرف من جيش من الناس اللي كانوا في السويس لحد ما كنا نعمل مفيش ولا جاز ولا كهرباء كنا نجيب خشب نعمل كانون زي بتاع زمان كده ونعمل عليه الاكل. يعني اكل اي حاجه مش مشكله اكل يعني ما اللي هو الموجود ياكله خلاص. وكنا عايشين والجيش برضك معانا. بتطبخ ايه للعساكر وللفدائيين وقتها ولا ايه الموجود؟ ايه الموجود كنا بنعمل؟ لحد ما كانش فيه خضار ولا في حاجه كان في اكتر حاجه في السويس كانت اللحمه. عشان كان الحاج البلبوشه الله يرحمه كان ليه مواشي في الجناين وبتاع فكان الناس اللي خضار يذبحوها فكان يجيبوا لنا اللحمه دي كنا احنا نسويها وياكلوها كده عادي. لحم من غير رز ولا خضار؟ ولا رز ولا حاجه. وكانت حلوه ما شاء الله وبياكلوا من الصوتين. وايه تاني في السويس وقتها؟ وكنا نعمل عيش يعني عيش ما فيش عيش. نعمل عيش كده عاملينه ونبططه وناكل برضك الناس الموجوده ونلم بعضين يعني مش نسيب كده لا. كل واحد اللي معاه ياكل التاني. ودور على التاني فين؟ والكلام ده تحت ضرب وتحت تحت ضرب وتحت طيران تحت كله. كان كل بيجي يدور على زميله مش يلا زي الوقت كده محدش يسال عن التاني لا كنا كلنا ندور على بعض. يعني كان في عساكر معينه بتيجي تاخد منك اكل؟ كان عساكر الموجود اي عسكري موجود يعدي على ابو بيجي ياخد يجي من سينا يجوا علينا اللي بنقدر عليه نعمل كله ندهم يعني ممكن لو حبه عيش مكسرين كنا ندهم لهم العساكر الجيش. جوزك الله يرحمه كان موجود في فرق المقاومه المقاومه وكان واخد امر تكليف لازم يقعد في البلد عشان ياكل الناس اللي موجود. لما كان لما ما فيش لحظه معينه خفتي وقلت له يلا نمشي نروح منها الامن؟ لا. ليه بقى؟ ما هنموت. ممكن امشي وعربيه تضربني واموت. لا خلينا نموت في بلدي احسن. فكل انا وهو يعني ما كناش والايام الحصار الثلاث اشهر انا وهو مع بعض وعيالنا ما نعرفش عنهم حاجه. وقت الحصار بقى احكي لنا عنه تفتكر منه ايه؟ افتكر كنا بقى ايه جرينا رحنا خندق مافي بتاع البيت معروف السويس. فتحت السلم قعدنا. يعني هو بير تحت مش خندق ولا حاجه فاحنا عاديين عاوزين نتصرف نعمل اي حاجه. كان في لسه في يعني في روح في البلد في جاز في بتاع فجبت بابور ولعته وتحت السلم تحت وكنت عكسوه كده وقاعدين اي حاجه ووططها وادي كل واحد يومه خلاص. كنت مشهوره طول الوقت انك بتعملي كنافه يعني وفي الليله دي في رمضان. يعني دي في رمضان لازم اعمل كنافه اعملها كان العساكر الجيش يجيبوني دقيق انا اصنعه لهم واعمل لهم حلويات برضه يعني شوالين دقيق ثلاثه دقيق ايوة عندنا اعمل انا اجره كام؟ نص فرنك كيلو ما حدش كان بيدفع كمان لا 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 والله يعني مش مشكله انا احنا قاعدين وبنراضي الناس اللي موجوده اللي جايه من سينا دي ما حد عارف عاملين ايه فكنا نعمل لهم مش قطايف. في مره كنت تحكي لي دلوقتي انه الصاجات بتاعت الكنافه بتاعتك ضاعت ما جتش تاني. ما جتش تاني دي كانت راحت فانا عملت لهم 16 صاج كنافه. فاكراها؟ وحبه قطايف. من العساكر خلاص. العساكر الجيش وهم عندي والله يرحمه جوزي وعملناهم لهم قوام ومشوا. راحوا فين؟ الصاجات بكم ما يشتغلوا ياخدوا الحاجه ويجيبوني تاني صاجات. فبصيت لقيت يومين ثلاثه ما جوش. فانا بسال عليهم زمايلهم برضه جايين تاني اعمل لهم شغل بقول لهم فين يعني كلام كلام. راح قال له دول الشيء والقلب احنا الحاجه بتاعتك شفناها كلها في قلبي فدنا واحد جاب عتاقه متبهدله يعني حاجات ام بيجو بقت اثار حرب اثار حرب كل الصاجات الكنافه والحاجات دي كلها متبهدله. كنت بتشوف رجاله السويس اللي في المقاومه وقتها ازاي؟ عارفين مع بعض بيسال على بعض. يعني مثلا فلان سيد محمد علي كلنا نلموا بعض. وفلان ما جاش لازم نروح ندور عليه. يعني في واحد الله يرحمه اسمه مصطفى ده كان فاتح كشك في النمسا. فالكشك ده قعدنا وين ما نشوفوش
راح فين راح فين وندور عليه مش لاقيه. لقيناه الكشك بتاعه كان خدنا وعرفناه من الساعه بتاعته. رحنا لقيناه بيعانك ده عرفناه يعني ما كناش دورنا كمان ما كناش نعرف فين. عاوز بقى اعرف بقى القصه بتاعت الستاره دي. ده هو كان دي يا جماعه عشان بس اقول لكم دي تقريبا ممكن تكون اغلى ستاره دلوقتي في مصر كلها. وانا لو عن نفسي ممكن اشتريها باي فلوس في الدنيا واعتقد انه احنا محتاجين نعمل عليها مزاد في البلد دي لو موجود تسمح لنا يعني. لانه مستر افخاي ادراعي اللي بقى طول الوقت عاير المصريين على فيسبوك احنا ممكن نعاير ونقول له انه ده ما تبقى من جيش الاحتلال بتاعكم او ان ستات مصر حولوا اسلحتكم لستاير في البيوت كانت ستاره مطبخ. ايه قصه بقى الستاره دي؟ دي كان عسكري جيش في سينا جايبها معاه في شنطه كتب ملففه كده. قام بيجي مش خساره فيك تبقى مش خساره فيا. قال لي برشوت ده برشوت؟ قال لي ليه؟ قال لي ده كان نازل برشوت عسكري اسرائيلي نازل برشوت وضربناه وخدته والله للمو بيجي. عرفان اكراما يعني انت بتاكليهم وتشربيهم. بس طلع من السجاير. قلت له ده انا سجاير منين؟ والله كده. فقال لي طب يعني تعملي ايه؟ قلت له مش هعمل حاجه اديك سجارتين مش هعمل لهم سجارتين اديتهم وخدته بقى ركنته طبعا. انت بتراضي انت العساكر باي حاجه؟ كل اي حاجه كل حاجه. والله لو لقمه ولقيت كده واقف اقطعها اقول له خد لقمه قلت له ما نعم. ما عشان كده لو في ذكريات اللي في اللي عايش واللي استشهد يقول لك دي خدت بقى المظلة. خدت ده. دي مظلة عسكري اسرائيلي يا جماعة بقت ستارة. كنا أربعة. أنت قطعت المظلة. قطعتها. احكي لنا بقى عملت فيها إيه؟ عملته في ستار مطبخ. والله ستار مطبخ. ده اسمه جبروت الست المصرية يا جماعة عشان بس الموضوع مش سهل. لا عملت ستار مطبخ فدي بقى الذكرى. عرفت تفك المظلة إزاي؟ قعدت شهرين. بالإبرة أشيلها. فترة لما جبته كده. كانت صعبة. كانت صعبة وفي شريط غير اللمبة بتاع زمان. اللي هو ده؟ ده هو. فكل حتة منها كانت فيها شريط. فأنا كنت أفكه ولميت الشريط ده أجي كده أهو. اديته برضه يا جماعة قلت له خدوا ولعوا بيه. وفضل بقى الموجود كده. يعني السلاح بتاع الجنود الإسرائيليين تحول للعبة عندك؟ ما طبعًا. هم كلهم لعبة. إزاي بقى كلهم لعبة؟ هم إسرائيل ما لهمش براءة. يعني وقت معركة السويس. انت بتقولي انك رحت عند اسم الاربعين وقت الضرب وقت ما كان في مدرعات في وزاره الاسرائيليه ورحت جبت دي من هناك ولعبه تحت الذخيره دي الدبابه. بتاعت دبكه الدبابه. معلش يعني انت دخلت جوه الدبابه دخلت وطلعتي؟ طلع واحد كده دخل وانا وقفت ابص طلع دوات وكريك واللهم صل على النبي وبتاع كده تضرب بيه تجيب الارض. فايه ده قلت له من عندي لعبه ذخيره ولعبه ذخيره دي برضه علبه الذخيره. دي من غنائم ام بيجو من معركه السويس العلبه الذخيره والدانه دي ومكتوب عليهم بالعلبه واحده في ده مكتوب عليها ان هو صاروخ قصير المدى قوي الارتداد حاجه زي كده ودي علبه ذخيره مكتوب احنا هنترجم ونزل الترجمه بتاعتها فيها كم طلقه وبتستخدم ازاي وكان كماشه وزراديه كله جبت العده كلها من هنا. ما هو اللي قاعد ده يروح يجيب وما جاي هو خلاص اللي مات واللي راح ده يا جدعان. فاكره وقت ما عدت السويس ده؟ ايوه تحديدا. ايه اللي حصل بقى لو تفتكر؟ اللي حصل الساعه 6 الربع واحنا قاعدين كده بس متضايقين وزعلانين ايه اللي هيحصل مش عارفين. فكان الله يرحمه ابو بيجي وقال لي هنعمل ايه؟ قلت له هنعمل ايه؟ يلا احنا وصلنا. كان في واحد بيشتغل عندنا اسمه محمد يحب كان يضحك بعد ابو بيجي هنعمل ايه؟ كان عايز قلت له بص يا محمد شوف اللي هنعمل ايه؟ هنروح نعمل الفخام ده بقى. احنا مالناش عيال ليه كنت مربيه فراخ وبط ووزي في الشارع فجت حمول الطيران جابته الارض فزعلان عليا. انت اكل منه العساكر والفدائيين كلنا بناكل منه وكان ما شاء الله يعني غنيمه فكل ده مات. قولي لنا فاكره ايه بقى من معركه السويس وقتها؟ كان ايامها بقى كنا بنقول لك قمنا من النوم جينا رحنا نروح الخندق فواحنا في الخندق سامعين ده بجد يعني مش هي في ايه بقى كده مش مخلي بقى ولا من اسم السويس ولا من الموجود كله جاي كابس على والمحافظ والدنيا في ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا لي اللي هو دخل البلد دخل البلد فين؟ مش عايزين نطلع بقى هنطلع فين؟ فكل اللي جاي بقى عاوز يعرف ايه؟ المقاومه الشعبيه بقى اللي كانوا في البلد وفي جيش جاي من
من سينا ساكر كله بقى الدبابات بقى والحاجات دي مش عارفه تمشي منين. ما خلاص ده وقف البلد كل ما يمشوا بحته لا حد يصدمهم. لما مشوا وقف البلد كان في واحد بواب اسمه عم حسن راحوا خدوه مش عارفين تايهين راحوا ارتبطوا رجعوا فقالوا عم حسن ايه انت رايح فين؟ قالوا احنا انا رايح ربنا ينصركم مصريين هو بسيبهم ايه؟ مصريين قالوا طب تعالى بقى انا فوق الدبابه وقول لي نمشي ازاي؟ ونمشي ازاي؟ الزيتيه منين؟ قالوا لهم امشوا كده اهو. مشوا على الزيتيه على نقطه السخنه بقى وقالوا طب امشي كده بقى المصريين تاخدك. واحنا ندور على ما حصل، ما حصل مات، ما حصل مات. المخابرات بقى راحت متصله بينا وقالت لي قالوا الجيش بتاعنا هنا ده في واحد كده كده احنا خدناه لان ماشي قال تاني قال ده الجيش الدبابات احنا عرفنا بقى. يعني اما حسن مش قادر يفرق مش قادر راجل كبير بقى وماشي بوقات كده وبتاع. قعدنا بقى يومين وبعدين طلعنا بقى مفيش فايدة قلنا خلاص يعني ميتين ميتين. انا ما طلعت ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة بلد تبص الدبابات بقى اللي واقعة واللي نرملة واللي تجري واحنا بقينا نجري نشوف ايه واللي رايح هنا واللي جاي هنا عارف كده روح خلاص. عاوز افتكر معاكي بس شوية شوية صور كده اعتقد ان مهم جدا الناس تشوفها. دول مين؟ ده كابتن غزالي واحدة كيكونة جرجانة كان متصور معانا ده هنا في السويس. في السويس وقت برضه الحصار لا ده مش وقت الحصار ده كان في فرح وكنا بقى فيه وهو كان معانا. بتقولوا كنتوا عارفين بعض؟ اه طبعا. وده كارت التطوع بتاعك؟ ده كارت دفاع مدني كان بيموت امشي بيه. ده كارت التطوع بتاع الحاجة فايقة دفاع مدني ودي صورة الحاجة فايقة دي في القصارة جنب القادة العسكري. كان سنة كام دي؟ دي ساعة الضهر. ساعة الضهر وقت الضهر ده الإناو اللي كان بيصورها. ده بقى عاوز أسألك سؤال. أنت طول الوقت بتقولي لي إحنا كنا بنقعد نغني ونضحك ونهزر ونفرح وكنا بنعمل أفراح. دي معلومة محدش يعرفها. الناس كلها متخيلة إن الناس في السويس كلها قاعدين خايفين. ليه كابتن غزالي كان في فرح وكان هو اللي جايب الواحدين بنعمل لهم حفلة ونتجوز. يعني طول الوقت بتضحكوا عادي جدا؟ لا لا نضحك وما ده الوقت اللي بيتعكنين. ليه بيتعكنين؟ ما هو الدنيا قرفها. طب ودي فين؟ ودي في البر الثاني ده الله يرحمه السيد الجعويني ودي كانت معايا واحده في الدفاع المدني برضه ودي بنت بنت دول كلهم كانوا في المقاومه. كانوا في المقاومه دي ودي انا ودي. والبيت اللي ورا ده بيت ده بيت قديم كده يعني تحليله صار في البر الثاني. ودي صوره انت قلتي عليها ان هي فرح. ده فرح بتاعت مصطفى وكان برضك الكابتن غزالي واسمه دوت ده فرح وقت الحصار لا مش في الحصار في الضرب يعني في الضرب وقت الضرب عادي قبل الحصار قبل الحصار اسمه مصطفى. يعني الحرب شغاله وعادي جدا احنا بنفرح وبنقاوم. وليه كنت اعمل ايه في ميلاد ابني ده في الحرب دي بقى وانت بتعملي كنافه وانا بعمل كنافه دي بعمل قطايف قطايف كل دول في المقاومه معايا كل رجاله المقاومه يجي يساعدوني عشان تهزروا وتضحكوا وبتاع وبعدين نرجع نحارب تاني كل واحد في حاله كل واحد يروح يشوف. دلوقتي انت زعلانه بتقولي الحاجات دي ما عادش موجوده. لا طبعا مفيش ايه اللي اتغير في السويس بقى؟ كلها دي نفس الصوره برضه كابتن غزالي دي كابتن غزالي وهي ودي اخت العروسه وده امين ابو ليلى الله يرحمه ده برضه كارت الطعم بتاعه ده انا دايما حاضر الله يرحمه. انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه عاوز اشوف ودي في الكساره دي في كسارة احنا كان في بقى صاروخ جرى بالعربيه دي وانا واقفه جنبه وانت واقفه جنبه يعني صاروخ يعني بعد ما اتضرب وقفت جنبه واعمل كده كان ايناو بقى بيه ماشي راح مصورني. اه يعني انت مش واقفه تتصوري اصلا؟ لا يعني هي بصوا يا جماعه ام بيجو كانت واقفه مكسره عادي جدا وبعدين في صاروخ جه ضرب هنا العربيه دمرها وهي واقفه تتصور عادي جدا مش مشاكل خالص. يعني احنا كنا متعايشين مع الحرب والدنيا لا عادي ما هو خلاص اتضربت وانتهت الدور على غيرها بقى دور على الحياه غيرها. هي جايه جت منين من احنا دلوقتي من فين؟ قبل ما نجي من فين؟ نعرف الصاروخ جاي من سينا جاي من طياره وخلاص لكن دلوقتي ما تعرفش جاي منين؟ اللي جاي عاوز يعمل مشكله اللي جاي عاوز يعمل حاجه. السويس اتغيرت عن زمان؟ كلها ما فيش حد دلوقتي فيها. فين زمان؟ طب لما تتقابلوا كده انتوا والناس اللي كانوا في المقاومه زمان بيتحكوا في ايه؟ بنحكي في كل ايام زمان كانت حلوه واحد منهم اهو يعني كنا بنفكر واحد بقى نسال على بعض ازيك عامل ايه زي ولادك كده. خدت ايه بعد كل ده؟ خدت خير ربنا اللي هو ايه؟ 323 ضمان اجتماعي 23 جنيه في الشهر في الشهر من الضمان الاجتماعي من الضمان الاجتماعي وبعد كده مفيش حاجه بس بس
اللي بين 25 و30 المنصاب بياخد 1500 و2000 جنيه، واللي خدم بلده وخاف عليها هو وجوده بالسلامة 103، كنت باخد منه 14 جنيه مش 103، دلوقتي 23، بحط فوق منهم كمان عشان اجيب علاج ليا. هو ده الوجع. طبعا انا مش عايز اقول لكم انه كميه المحبه والشهره اللي هم بيجوا بتتعب فيها في السويس، الحاجات دي لوحدها كفيله انه الشخص اللي اقتناها بعرق وتعب وتحدي الخوف والجيش الاحتلال الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي، اعتقد انه يستحق اكتر من كده. ما بتكلمش على فلوس لكن بتكلم على اهتمام، هو ده اللي بتتكلم فيه صح؟ ولا في حاجه. ولما تروح تكلم اي حد، يعني انا رحت كذا مره للمحافظ ده، كنت دايما كنت عاوز احج، قلت له دي تاشيره حج بس الدهان وانا هروح احطها، ما رضيش. قال لي بقول انا كنت في الحرب والضرب هنا. قال لي ايه يعني حد اللي قعدي ده محافظ مين اللي قال اللي جاي مشي قبل ده وقبل ده؟ مش فاكر اسمه خالص. لا مش فاكر. ومره رحت قدمت طلب، وبعدين كنت رحت للمديريه ففي ضباط قاعدين، فدخلت بقول لهم يعني نفسي اطلع الحج. كان بقى الراجل لسه متوقف، وانا عايز اطلع الحج، هو عايز اطلع الحج. فراح قال لي طب معلش اسمك ما جاش، كنت بعت طلب لمبار فرد عليها انا بعتولي رحت، فقال لي طب انت عاوزه ايه؟ قلت له عاوزه حج. فقال لي طب يعني معلش ما فيش نصيب. قلت له لا، لو معايا دلوقتي 10000 يبقى انا نصيب. على طول كده راح باصص لي. قال لي طب ما تروح بر توفيق في مكتب هناك. قلت له انا اروح الف ليه؟ ما بقولك لو حضرتك لو معايا 10000 اروح احج. وقت بعد مشي قلت له مش عاوزه حاجه. والحمد لله حجيت. الحمد لله حجيت. الحمد لله حجيت مرتين مش حاجه. انا متشكر ليه جدا، واعتقد ان كل جيلنا يبقى متشكر ليه جدا على اللي انت عملتيه، وحقك على راسنا. ربنا يخليك. ولسه مكملين مع حضراتكم رحلتنا في السويس، بندور على روح مصر في السويس. وروح مصر في السويس واضحه وصريحه وقويه، هي فكره المقاومه والصبر على ابتلاء ما بعد المقاومه. قولي بس الناس الاول اللي كل شيء انت شغل والله احنا بنقول مش بنزحنا ميه المجاري والله ديار بتاع المجاري قعدنا نشرب بس ميه بيضه فضه زي الفضه والله حلوه وقعدنا نشربها. بعدين كشفنا في هنا قلت له فيها في جنب الدكان دي 73 كيلو العتبه رحت الباسل وزعلت وفتحنا جيلنا الجيش والشعب كله والجيش مسك وقفوا بيه. لا الشعب اللي هو اللي كان موجود يعني الجراكن اترست من هنا للطابور بالطابور تملى بيها ميه وتطلع تملى كل واحد بطول بس ده اللي حصل. انتوا وقتها كنتوا في المقاومه كان معاك سلاح نوع ايه؟ 667 فرد روسي. 667 فرد روسي. تفتكر بقى ايام ال ومعايا الحرب بتاعها لغايه الان لحد دلوقتي؟ اه والله موجود. تفتكر وقت معركه السويس وحصل اسم ال 40 اللي حصل بقى فكر من ده؟ اللي حصل مش عاوز اقول لا وكان الاسم اتهاجر يعني وهاجر وكل وكل وبعدين ربنا نصرنا شحاب السلامة اللي طلع خطوة من
مبلغ انه مش حتسلم البلد ومستشفى والرايه تدفع على بزنس كبير حتى العماله المحافظ فاهم انا صورتين عندي انا هنا في السويس وصورتين وفيديو انا حسلم البلد وانا هنا في السويس راحت لا اله الا الله حب سلام الله يرحمه بعدين السويس هاجت كلها السويس الشعب والدنيا كلها هاجت على كانت دي تجربه تماشيه وطلبت برضه بفضل الله وانتصرت اهل السويس مش انت سبب قرارك بشهاده كبيره كده موجوده لا تفتكر الايام دي وتشوف انا عندي ايام الحصار كان احسن من كده ليه بقى؟ تعبانين ليه؟ بصراحه من كل حاجه محدش مهتم بالسويس محدش مهتم بالبلد خرايط ايه اللي ناقص السويس دلوقتي؟ ناقص كل حاجه الزباله تمشي فيها كل حته الزباله تلقاها ماشيه في الزباله والمجاري بصراحه اخر عرض خليني برضو أأكد تاني ان البير اللي موجود قدام حضراتكم ده حاجه عبد الكريم كان بيقول حاجه غريبه جدا بيقول ان كل المايه لما كانت بتنشف فيه كنا نحط سكر في الميه تطلع تاني والسكر تطلع تاني هو ربك تزيد ربك عاوز البلد دي تبقى محفوظه وعاوز الناس تبقى قادره ان هي تكمل رحلتنا في السويس مستمره لسه بندور على روحها وزي ما بندور على روحها الحلوه لازم ندور على شويه المعاناه معاناه ما بعد العوده من التهجير الى السويس هل اهل السويس اللي رجعوا بعد التهجير رجعوا بنفس ثقافتهم ولا رجعوا بثقافه مختلفه وضع السويس ازاي بعد في سنه 74 بعد العوده او سماح لعوده المهاجرين الى السويس وضع السويس دلوقتي عامل ازاي هل هي في المكان اللي تستحقها ولا لا واعتقد ان مفيش اي حد يقدر يعبر لنا عن ده بشكل كامل ومتكامل الا استاذنا الاستاذ علي منسي مدير مكتب جريده اخبار مؤسسه اخبار اليوم في السويس وواحد من اول ثلاث صحفيين دخل السويس بعد انتهاء الحرب في اول سنه 74 منورنا يا استاذ علي الله السويس منوره بقى لها ربنا منوره بوجودكم عاوزين نعرف اول بقى العوده مين اول ثلاث صحفيين دخلوا وحضرتك كنت واحد منهم انا ويوسف الجنايني مدير مكتب الاخبار انا كنت ساعتها مدير مكتب الجمهوريه وفي استاذ حسن غنيمه مدير مكتب الاهرام رجعت لقيت السويس عامله ازاي؟ لا كانت الصحراء جرداء يعني تعتبر نسبه الاول للدمار فيها 85% وبور توفيق نسبه الدمار 100% 100% في بور توفيق البيوت مهدمه وواقعه ومفيش مرافق وحاجه يعني تصعب على الكافر كانت الناس تعبانه جدا لما رجعنا بقى رجعنا ب 27 محافظه باخلاق ال 27 محافظه ما بقتش السويس بقى السويس ما بقتش هي السويس لا خلاص بقى السويس قبل التهجير لا غير كانوا سويس بيور حتى الصعيده يعني مع احترامي ليهم ما كانش حد يقدر يقول فيهم انا صعيدي او انا من هنا او من سواد لا كان كلنا دايبين مع بعض لما رجعوا بقى صدرت شويه قرارات من المحافظين بانشاء الجمعيات انا بسميها جمعيات التعصبيه بقى هنا ليها جمعيه ومش هنا بس وسوهاج مثلا جريمه كبيره وهنا وفروعها وسوهاج وفروعها والشرقيه وفروعها 268 جمعيه في السويس 268 جمعيه تعصب تعصب لان كل واحد جاي بيسميها على اسم بلده حتى القرى والنجوع الصغيره مش يعني هنا كان ماشي هنا لوحدها سوهاج لوحدها ماشي الشرقيه لوحدها ماشي انما كانت جمعيه ابناء مغاربه في السويس وشنشلمون ومش عارف وايه وايه وحتى هنا التركيبه دي غيرت ايه بقى في السويس؟ غيرت كتير زي ايه يا استاذ؟ بقى فيها تعصب في الانتخابات مثلا يعني احنا كان الاول اول ما رجعنا كان 24 واحد عضو مجلس محلي بيدوا المندوب هنا ورقه كده اكتب لنا الثمانيه وبيدوا مندوب سوهاج اكتب لنا الثمانيه ومندوب السويس يدوا له برضه ورقه دول بيور بقى سوهاجيه والقناويه بيور اما السويس يخش فيه الشرقاوي يخش فيه النوبي
كده يعني ما بقاش سويس دمرت التركيبه بتاعت المواطن السويسي. لا خلاص ايه هي بقى دلوقتي قبل التهجير كان ايه الجميل في السويس؟ كنا كلنا بنحب بعض وبنعرف بعض وبنخاف على بعض ومفيش تعصب، مفيش حد يقول انا فلان وانا علان، احنا من عيله فلان مثلا، عيله ماشي، انما انا مش تقول له انت من السويس منين؟ يقول لك انا من جفت. يا عم جفت انت هنا دلوقتي في السويس. انا منين؟ انا من جرعان. يا عم جرعان انا بقول لك كده مفيش حد قلبه على السويس. لا لا يعني مش زي الاول، مش زي الاول. في برضه زائر كده غريب ظهر بعد التهجير في السويس، الغربان. الغربان اه طبعا. ايه قصه بقى الغربان مع السويس؟ الغربان دي جم لما كنا في فتره التهجير، كانت البلد خرابه فما فيهاش مرافق ولا فيها ناس ولا فيها بتاع، فالغراب والبوم بيصوتن الحتة اللي ما فيهاش ناس فبيقعد. رجعنا احنا لقيناهم بقى قاعدين معنا، استقبلونا هم. انتشروا بقى بانتشار رهيب. فشل كل المحافظين ان هم يتعاملوا مع الغربان، يتعاملوا. حتى محافظ الله يرحمه بقى تحسين شنن عمل بطل كده ومسك البندقيه الرش وقف في البلكونه، لان هم بيروحوا برتوفيه مطرح ما بيناموا كل يوم، كل دول هتلاقيهم ماشيين دلوقتي. ضرب على واحد فيهم البندقيه. تاني يوم ما طلعوهوش من البلكونه خالص. يعني ايه ما طلعوش من البلكونه؟ ضربوه. الغربان ضربوه. الغربان ضربوه وعلموا عليه خلاص. في واحد هنا في البلكونه دي بيضرب الغربان، ضربوه. اول ما طلع دخلوا عليه. يعني انا احكي لك واقعه مثلا مع عيالي الصغيره. احنا كنا قاعدين، كانوا عيال صغيره دلوقتي 38، كانوا ساعتها 10 سنين 12 سنه، قاعدين في جنينه بورتوفي فرنسا. 10 جنينه برضه. لقينا عيل من العيال الصغيره ضرب غراب بالبندقيه الرش، وحظه وقع غراب صغير فوقع في الارض. الواد مسكه بقى وعمل بيه حنه سويسي وقعد يلف بيه ويعمل بيه الغربان. والله العظيم انا لو حد حكى لي اقول له انت كذاب. نزلوا كده اهو وخدوا الغراب وطلعوا خدوه من ايديه. نزلوا كده اهو. إذا كان ضرب المحافظ عمل ياخد الغراب الصغير، عملوا صينية خدوا الغراب من إيد الواد وطلعوا. طيب واحدة من مميزات السويس برضو الحنة السويسي. إيه هي بقى الحنة السويسي؟ الحنة السويسي يعني بيبقى الدخلة مثلا يوم الخميس، يجي يوم الأربع بيعملوا حنة، بيقعدوا في الشارع طبعا صوان كبير بيتعمل، وبعدين بيبقى فيها رقص وأغاني أما في الآخر بقى قبل الليله الكبيره بقى بثواني بساعات جايبين صينيه بقى وفيها شمع وفيها حنه ويلفوا بقى حوالين الحنه السويسي واغاني مخصوص للحنه السويسي. ايه اشهر الاغاني دي مثلا؟ لا انا مش فاكر، ما هي اسمها الحنه السويسي. الحنه السويسي بس. طيب واحده من اهم، وده سؤال الاخير، من اهم مشاكل السويس دلوقتي هي النظافه. النظافة. وحضرتك حكيت لي على قصة كده قبل التسجيل انه في حد من امناء السويس جاب الحل. في المهندس ابراهيم الغزولي ده من السويس ومتعصب جدا للسويس، بيحب السويس جدا، هو مسؤول النظافة في الرياض في السعودية. جاء هنا مرتين، قابل اللي هو السروي وقابل اللي هو الهاتمي وعرض عليهم ازاي السويس تبقى نظيفة ازاي، وعرض على وزير البيئة طلبه والوزير البيئة تكرم وراح له يوم السبت في اجازه، كان 7 يناير عيد المسيحيين واجازه، وراح له وقعد معاه وسمع الكلام وقال له انا مستعد انضف لك مصر بدون مقابل، انا ما باخدش فلوس، انا هقول لك على حاجات تعملها وتخلي الناس اللي عندك ينفذوها. ما ردش عليه ولا حد استجاب لي. بنحاول مع المحافظ الجديد ده اللي انا اتوسم فيه خير. اختها وحش السويس في المحافظين؟ هي محافظة ما بيعيشلهاش محافظ. أنا سكرتير عام صاحبي كده قال لي أنتوا البلد الوحيدة اللي ما بيعيشلهاش محافظ. ما من وقت ما الغربان ضربوا شنن محافظ شنن أعتقد كل المحافظين خابوا ونزلت لحن. هم برضو الاختيار بتاعهم يعني مش مناسب للسويس، غير موفق، مش مناسب للسويس. السويس عايزة دكتور مهندس مفكر يفكر للسويس. ماشي جالنا المحافظ مدير الكلية الدفاع الجوي وانا بتوسم فيه خير، يعني ده بيفكرنا بشانن القديم، بينزل للناس وبتباسط مع الناس وبيبحث مشاكلهم، وعمل يوم الاربع يوم مفتوح للقائد جماهير. متفائل انت؟ ان شاء الله. وعندنا مدير امن برضو جميل جميل، يعني الكورنيش ده كله كانوا محتلينه البلطجية، يجي بالليل يفرش
بتاعها هنا دلوقتي الكورنيش عربيه هنا ويفرد كراسي وشماسي بتاع ده ترابيزات ترابيزه ب 10 جنيه والكرسي ب 2 جنيه غير الطلب يعني انت تاخد اسره تقعد تصرف لك 100 جنيه عشان تقعد على الكورنيش بتاعك تصرف لك 100 جنيه في ساعتين الكلام ده خلص 5 يوم العيد بس وخايفين برضو يسترسبوا كل يوم واحد ورا الثاني ويرجعوا تاني ده بخوف ان شاء الله الغربان تقضي عليهم يا ريت ان شاء الله. انا بشكرك جدا استاذ علي المنسي مدير مكتب الاخبار في السويس واحد من اول 3 صحفيين دخلوا السويس بعد مرحله العوده من التهجير سنه 74 وزي ما كشف لنا بقى القصه بتاعت الغربان دي قصه يعني تقول لك انه ازمه السويس في 3 حاجات الحقيقه السويس لا يعيش لها محافظ السويس تحتاج الى محافظ مفكر السويس تحولت بعد العوده من التهجير الى بؤر التعصب بسبب تعصب كل واحد جاي من بره ثم الوافد الجديد اللي محدش قادر يطرده خالص وهو غربان السويس هنكمل رحلتنا لسه في السويس بندور على روحها وروح مصر في مكان تاني وبلد تاني كان طبيعي جدا لما تمشي في الشارع ويكون ماشي معاك شخصية أسطورية الحجم ده وبالتاريخ ده ان كل الروس تنحني وان كل العيون تدمع وتبكي في مكان تاني وبلد تاني كان المفروض عبد المنعم قناوي يبعد على عرش كل الناس بتسجل وراه قصصه وحكاياته من بعد النكسة في 67 من اول ما بقى صقر السويس اللي بيخطف جنود اسرائيل المتطوع والفدائي اللي ملوش زي في منظمة ابطال سينا العربية لحد 73 لكن للأسف في الزمن ده والبلد دي وفي السويس دلوقتي بوضعها الحالي عبد المنعم قناوي صقر السويس اللي كان بطلها في يوم الايام وبطل مصر سواء ميكروباص لما جينا نسجل معاه عن تاريخه في المقاومه والعمل الفدائي بكى كان مكسور بين كل جمله وجمله عينيه كانت مليانه دموع وعز علينا قوي ان احنا نخلي بطل زي ده يطلع يكلمكم عن تاريخه وهو مكسور فكان البديل ان احنا نحكي لكم حكايه قناوي واحد من اعضاء اهم منظمه فدائيه في العصور كلها وهي منظمه سينا العربيه المتطوعين اللي تم اختيارهم بعناية وتم تدريبهم بعناية اللي كانوا 150 واحد وبعد التدريب وصلوا ل40 فدائي شكلوا أول كتيبة مدنية اتدربت بشكل عسكري بدأوا عملياتهم على طول بعد النكسة بشهور قليلة أول عملية ليهم كانت سنة 69 أو أكبر عملية ليهم كانت سنة 69 لما كانوا بيراقبوا البر التاني اللي بيحتلوا الجيش الإسرائيلي وبالليل يعملوا عمليات إنزال يدمروا دوشم ويدمروا مواقع قتالية للجيش الإسرائيلي ويخطفوا ويرجعوا بإيدهم مليانة ما كانوش بيحبوا أبداً يرجعوا بإيدهم فاضية واحد من دول كان قناوي اللي دلوقتي حاسس بإهمال اللي دلوقتي لما بيجي بيحكي عن بطولاته والمية واحد يوم اللي قعدهم في ضروب الصحراء سواء في سيناء أو في عتاء علشان يرصد استطلاع أو يستطلع أماكن وجود العدو الإسرائيلي وتحركاته قعدهم لوحده كده كان بيستقبل طول وقت الرسائل من القيادة المركزية في مصر هنا عبر البرنامج العام كان طول الوقت الراجل ده مقدم نفسه في وش المدفع سواء وقت حصار السويس سواء وقت معركة السويس سواء لما كان موجود في صحراء سيناء أو حتى لما كان موجود في جبل عتاء عبد المنعم قناوي قصة كفاح ما ينفعش أنا أرويها ولا أي حد تاني يرويها لكنه في نفس الوقت قصة وجع لأن كل كلمة من كلمة قناوي لحد اللحظة اللي احنا فيها دي ما تسجلتش قناوي اللي بياخد 600 جنيه معاش وبيشتغل سواق على ميكروباص البلد نسيته وإحنا نسناه لدرجة إن أنا نفسي أفهم هو ليه ما فيش أي وزير تعليم ولا تربية ولا تعليم عالي يقدر يتعاقد مع بطل زي ده ويجيبه ويلف بيه الجامعات عشان يحكي قصته اللي زي قناوي بره بتعمل لهم تماثيل من دهب بتعمل لهم افلام كبيره بتعمل لهم مسرح بتنشر عنهم كتب اقول لكم على فكره فيلم قناوي ينفع يكون بطلها بعد النكسه على طول كان في كاتبتين دول هما اللي رجعوا الكرامه للجيش المصري وللبلد دي كتيبه مدنيه اللي هي منظمه ابطال سينا وكتيبه 39 قتال او مجموعه 39 قتال اللي كان بيقودها الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي الاثنين كان تخصصهم واحد عمليات انتحارية انزال خلف خطوط العدو بالليل يدمروا الدشم ويدمروا مواقع القتال وبرجعوش دايما بيدوم فاضي عندك هو مفارقة صنعها القدر فدائيين مدنيين مع عسكريين دربوهم والاثنين كانوا بيضحوا بحياتهم كل يوم ومش لازم يضحي بحياته طول عمره روحوا حبوا على رأس إنام
أبدي أنزل أموت وتعيشي يا ضحكة النار وتعيش يا نيل يا طيب وتعيش يا نسيم العصر وتعيش يا قمر المغرب وتعيش يا شجر التون أبكي أنزف أموت وتعيش يا ضحكة النار وتعيش يا ضحكة النار اهلا يا سيد ما جيتش عند الطوالي يعني الكابتن غزالي شاعر الحقوق الشعبية ومؤسس فرقة ولاد الارض يا عم الله يخليك ده كتير عليا قوي غنية انتمية لرباط البندقية والكل داوية عطلت مدرس مدارس غني الكل دارس في الجامعة والمدارس غني الكل دارس في الجامعة والمدارس غني الكل دارس في الجامعة والمدارس وينفع نكون في السويس وما نعديش على اهم حته في روح السويس سويس المقاومه وسويس البطوله وسويس التاريخ ما ينفعش طبعا نكون في السويس وما نعديش على الكابتن غزالي حظنا حلو الحمد لله وحظ اسر الكلام حلو وحظ حضراتكم حلو ان هو دلوقتي صحته احسن فمش هنعدي نتكلم معاه في ذكريات الماضي والمقاومه والسمسميه ولاد الارض ولا حتى رؤيته مصر احنا كمان معدين نقول له الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه يا كابتن غزالي الله يسعدك ربنا يشفيك ويحفظك كده يا رب لينا دايما الحمد لله الحمد لله الحمد لله على سلامتك انا عارف ان هي كانت وعكه صحيه صعبه شويه نعم الله الحمد لله بدأنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله كله احسن دلوقتي والله انا سعيد ان انتوا والكلام المبالغ فيه اللي انت بتقدمني بيه ده انما انا كان يهمنا بقى على رجلي يعني في الايام زي دي لانه ال الان مصر محتاجه لحاجات كتير قوي زي اهمها اهمها الناس يبقى لها دور الشعب شايف دور الشعب ازاي؟ نعم شايف دور الشعب ازاي يا كابتن مصر؟ مفيش دلوقتي شعب ايه؟ بقى مفيش كلام ده مصر في حاله حرب ابشع الف مره من وجه اسرائيل ما انتش عارف اللي عارف ايه طب انا عاوز استاذن حضرتك بس قول للناس انت عملت ايه في ظرف زي ده ما. وقت الحرب والحصار بتاع السويس اللي بيتكلم فيه كابتن غزالي هو فكره استدعاء الشعب لدعم الدوله صح مفيش دوله من غير شعب شاعر المقاومه وسيد المقاومه كابتن غزالي وقتها اسس اول منظمه للمتطوعين والفدائيين والمناضلين والمقاومين والمحاربين من الشعب من اهل السويس من العامة وعمل الراجل اللي بيتكلم حضراتكم ده كان عنده رؤيه كبيره جدا كان عنده رؤيه كبيره جدا لانه لما عمل هذه المنظمه وبدا الجيش يتواصل معها عشان ينظموا فكره المقاومه الشعبيه هو عمل حاجه اجمل بكتير 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 بمراحل هو جاب كل الجنود والمتطوعين في هذه الحمله وبدا يجيب لهم كتب ويعمل لهم مكتبه ويعلمهم القرايه والكتابه من تاني نعم وبعدين حضرتك ما لقيتش ده كافي فقال لك احنا نحمس الشباب بالاغاني بتاعت السمسميه نعم هي دي الرؤية بقى دلوقتي لو كابتن غزالي بصحته واقف على رجله يعمل ايه؟ هو انا طبعا يعني باستثناء شهور المرض دول انا كان ايديا في بشكل معلن او غير معلن معروف او غير معروف كنت بشتغل ومتواصل مع الناس وقضيتي الوطن والشراكة في البلد دي مش ملك الحكومة والبلد دي مش ممكن ليش؟ ما فيش جيش من شعب من غير شعب الشعب ده هو الجيش صحيح القطيعة الحقيقة المبررة برضه ان البلد في مصر بتحارب الرئيس المشكلة ان الحرب الان في مصر واخبال ان اديتها الرئيس وفلسفته المستقبلية دي واخبال حياتك ده كان اهمال القطاع المدني واهمال التعامل مع الناس واشراكهم في الامور خلى الناس تتفرج يعني عندنا كارثه المراكب الغرق دي واللي مش عاوز الواحد دي بس اللي يتفرج
واخد بالك مهرجان اسكندريه السينما مش عارف عاملين كده بقى مهرجانات ونسوان وبنات وبتاع وكاين الوطن ده مش منهم كاين الناس مش منهم في حاله الحرب كان كل مصر بقراها بلوحها مشاركه شباب وبناته كانوا حاسين انهم يعني بيدافعوا عن بلدهم. طب خلينا نروح لحضرتك لعند السمسميه بقى ولاد الارض. نعم. لما اسست السمسميه ولاد الارض والحدوته بتاعتها بالنسبه للناس. انا اقول لحضرتك الحاجه. السويس كان حظها انها بلد بتعني بالقضاء واولادها يعني تجربة اليوليو والمعهد الاشتراكية بدأت بالسويس لكن كل شبابها معظم شبابها يعني مسيس يعني فاهم وعنده قدرة على الاستماع وبيقرأ وحاجات كده المبالغة بقى الكارثة بتاع يوليو ده واحد من أخطاء اللي كانت كفيلة بأنها تنهي الشعوب مش شعب مصر ده تنهي الشعوب انما الناس هنا في السويد وعليها ده ابتدت تتنبه وترفض الاذعان والاستسلام فكان لازم مقاومه بالغنى الغنى ده واحد بالاسلحه اللي كانت اخطر لانه كنت مسؤول عن جماعه مسؤول عن حراسه البحر والمصانع والمتصدي للعدو في فتره الحرب طالت فالولاد بقى يذكروا انا كنت اروح الف على الخدمه كان العيال في حفر زي التران كده وكل يوم اروح نفتيله واحلل له السياسه وكده فبقى يحس بملل نعم ست سنين في خندق زي الفار وطبعا ما كانش فيه ردود من القاهره يعني تتكلم مع الناس انا لان كنت طبيعتي يعني مسيس وفاهم فقعدت افكر واستخدمنا كل ما يجب ان يعمل يعني عملت مؤتمرات في عز الحرب جبت فيها كل المثقفين المصريين المهتمين الى اخره حصل انه ابتدي احس بالملل والقطيعه بيننا وبين الخطاب الرسمي فكنت انا شاعر ومعايا اصدقائي الشعراء واخد بالك اللي هم التقدمين زي ما كان بيقولوا زمان علينا يعني شعراء شيوعيين وكده ودول كان بيكتب قصايد في الوطن فما كانش فيه فرصه في السويس ان شاعر يقف والناس قاعده كده تتفرج عليه وتسمع فغنيتها السمسميه بقى يعني فكرت في ان اللي احنا عايزين نقوله في القصيده نطلعه للغنى وده علمني انا ما كنتش قبل كده مهتم في الكلام ده يعني كنت راجل رياضي مدرب لاخر لحظه وكنت راجل يعني ايه شويه كده انما انا مهتم بالسياسه وبصراحه بالعباره انا راجل يساري ومثقف واعرف حق بلد عليا واعرف فكتبت بقى القصائد حضرتك محتاجه جدا طبعا انا اتصلت بكل الناس اللي ليهم خبره بتوع الثقافه الكلام يعني وتعايب بقى تجارب الشعوب الثانيه عما بتوع ايه احلى حاجه انت كتبتها وتغنت على السمسميه؟ انا ما فيش حاجه ما كتبتها وحشه لا لقلبك قريبه من قلبك مش هغني للقمر ولا للشجر ولا للورد بغطان ومانيش سواح ولا هقول للهوى طوحنا طول يا بلدي ما فيك شبر مستباح لا مش هغني غير للعساكر والكل قلب المصري فاكر وبدمه ينقش يومها وباكر لجل الوطن يسبح براح بقى مش هغني غير المدافع والكل ايد واقفة تدافع في البرد والحر اللي دافع لجل البلد تسبح براح حاجة كده يعني لا مش هغني غير المثقف اللي بعلم وعلم مثقف كافح وناضل ولا مرة وقف قطط بلاده بالصياح طب فاكر فات الكتير يا بلدنا؟ طبعا طب ممكن تقول هو توقيت الاغاني اغاني ولاد برنا عبارة عن ايه؟ عن منشورات سياسيه صحيح مفيش حاجه في الهواء فات الكتير يا بلدنا دي كانت رد بعد 25 يوم اليهود وصلوا كان بعد الجيش المصري
تعبوه جدا. فكان في شهداء وقتلى في الضفه الثانيه. ولما عرفنا الخبر يعني كان لازم ترد. رحنا نجيب ال فانا هزيني منظر في سينا يعني ايه حفر كده وهالو بيبقى فيها نوع من الصبار. البني ادم لما يعطي الشد الصبار ده ينصه. فانا شفت حوالي 10-15 جثه لضباط شباب كانوا لسه متخرجين من الكليه الحربيه والظروف يعني قطعوهم. فشفت هزين جدا هذا المنظر شبان يعني مدودين على راي الناس. وده كان طبعا كمن في الذاكره. فكتبت بقى فات كتير. كمن في الذاكره. فكان في ايامها برضه جرايت من ايه كان الله يرحمه العظيم ده اللي ما عرفناش الا بعدين بيكتب مقالات بصراحه بانهم بصراحه. فالراجل بيقول في ايه؟ انا ما كنتش فاهم. كان على الاستاذ هيكل. نعم؟ على الاستاذ هيكل. انا ما كنتش فاهم وقتها كنت متحمس لحد الحماخ. فما كنتش فاهم الفلسفه اللي ورا الكلام ده. لان انا حسيت الكتابه دي بتحاول تقدم من قيمة كفاحنا ونظامنا بدعوة ان امريكا دولة عظيمة وان حل السلاح وان الفلاح وبتاع. كانت المدة طولت يعني شهرين ثلاثة. فانا قلت فات كتير يا بلدنا ما بقاش بقول للناس. قولها لنا. فات كتير يا بلدنا ما بقاش الا القليل. ده مثل سائر. يعني جملة شعبية سائرة. احنا ولادك يا مصر. وعنيك السهرانين نصرك اصبح نشدنا واللي عادينا مين القوه يا شبابنا الهمه يا جنودنا هنشق الليل بسلاحنا نحدف فجرنا بكفاحنا ونجيب النصر هديه لمصر نكتب عليه اسامينا وبينا صرخات صرخه بقى بينا يلا بينا نحرر ارضينا وعظم اخواتنا البن واللم ونسن ونسن ونعمل منه مدافع وندافع. هي دي بقى جبتها ازاي دي؟ نعم مش هي دي وعظم اولادنا نلم ونلم ونسن نسن هيرد على الظرف ونعمل منه مدافع وندافع. احنا عندنا سلاح وكل العالم يقول انه امريكا قويه وايه؟ بقى احنا ما عندناش سلاح ومش هنستسلم. فيعني هنحارب بالمتاح. ده عارف انا كل ما بسمع الاغنيه دي وقصيده نعم. بعيط. بأن عندك صاحب وجدان. لا يعني وعظم ولادنا انا ما اعرفش انت جبتها ازاي بحسدك الحقيقه ان انا جبتها كده. لا ده في حاجات كتير قوي. طب زعلت بقى لما محمد منير غناها؟ محمد منير صديق يعني نعرفه بتاع. وانا محمد منير غناني قبل كده غنى سمسميه. انا ما بنيش بروفيشنال يعني. يعني ايه مش مهتم بكتابه الاغاني. ليه عدد من الاغاني كده مش بتعرف يعني ما رحتش اقبض ما رحتش اشتغل. فمحمد منير اتصل بيا في المره دي وطلب مني انه يغني ولا يغني فيها. فانا قلت له الاغنيه دي بتاعتك ودي اغنيه بقى لها 50 سنه وغنوها ناس كتير. انا غنيتها فايده كامل يعني وانت لونك مش ما ينفعش معنى كامل. فكان المرحوم عبد الرحمن الابنودي عامل اوبريت للشرطه. فال يعني بنوني رغبت بيه حاجات كتيرة يعني. ف يعني استعار التعبير ده استعار التمثيل وأضاف لي يعني شطرتين كده يعني لصالح الأوبريت وبس. فعبد اسمه ايه ده محمد منير اتصل بيا مرات قلت له بص الجزء الخاص بيا ما تقدرش في جنبه. بات على الناس وانا فعلا جات من الناس لما مجرد ان الخبر بتلومني يعني الناس اللي كانوا واخدين الباس القطريه والشرفي وكده. المهم قلت لابنوني انا اتصلت بابنوني قلت له حوش عن منير دعوه يعمل يسوي انا مش بتاع الكلام ده. فجاه لقيت الدنيا مقلوبه مغني محمد منير مغني ممكن اقول اي حاجه ثانيه غير الحاجات اللي فيها جد كده. ليه بقى؟ شخصيته. يعني انت ما حبيتش الاغنيه منه؟ لا طبعا. خالص؟ لا، اصلا ما بقتش ملكي. يعني اغنيه من 50 سنه بيغنوها في الجامعات والمدارس
وبعدين كان من حق كل بلد وكل قرية انها تقول باللحن اللي ناسبها واللحن يعني بلد في ضمير ما غنهاش بالقوة اللي انت عاوزها ولا شكله يقول انه مش بس دي في اغاني ولاد ارض شد يعني. طب ما كلمتوش تعاتبه في الموضوع ده؟ نعم ما كلمتوش تعاتبه؟ والله هو بعد ما سجل هو اتصل بيا وقال له بقى يا عمي انا مش عارف ايه وظروفي وبتاع بعد ما سافر المانيا انا حاجه فاهم معاك يعني فانا قلت له سيب تيجي بالسلامه وانا مش فاهم معايا بتفاهم معاك وما كانش الحقيقه إن انسانيا يعني ما كنتش مستعد اذيه ولا اعرض بيه يعني وانا عارف الوسط ده متربصين ببعض ازاي صحيح فهو طبعا مرتين ثلاثه خد ما جاش فانا ليه صلات بيه وقرايبه هنا زعلان منه انت جدا ده لي سبب لانه اداني وعد ما 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 ده عاوز تقول له حاجه منه؟ لا مش عاوز تقول حاجه ولا لان انا عندي انا كتبت الناس كتير وكتبت اغاني كان في اغاني عندي تناسب محمد منير اغاني غايه في البساطه والجمال وليه دعوه بالناس ما هو بقى انت عارف انه فنان محترف وما يهموش انت بتقول ايه انما المهم الاغنيه تعمل ايه وتشتغل ازاي حاجات كده ودي ما كانتش عبيفي طب اخيرا بقى عاوز تقول ايه للناس عن السويس؟ عاوز تقول مين؟ تقول للناس ايه عن السويس؟ بقى انا اقول لمصر قول لمصر اصحي يا مصر اصحي يا مصر ودوسي خوفك خط فوق قهر السنين احضنك تدرك ولادك جه معادك مزعي الاه والانين واطلعي من الريف كتايب على الحدود اعلي نوم المدينه بالبارود وامرينا كلنا بامرك مطيع بنت مصر حلمنا فوق الجميع للسويس وشهدائها خليهم يا بلدنا لما نصرك يبقى عيد علي محرم ابن قلبك مصطفى واخوك سعيد خليهم يا بلدنا خليهم يا بلدنا وايدي منهم نور صباحك خليوك هم قبله لاجل ما تعودي لبراحك ابراهيم سليمان واشرف احمد ابو هاشم فاشرف ملحمه والمولى حافظ مدهتك فايز يا حافظ والسويس أدان ومدنا خلي ديهم يا بلدنا خلي ديهم يا بلدنا هم قبل خلدوك دي رسالة الكابتن غزالي ورسالتنا من روح مصر في السويس والمصر يا سيدي ولا عمر رايت النصر هتفارق جبينك يا وطن احنا فداك ولا عمر دقت كعبنا فوق ارضنا تفارق خطاك الشعب هو البندقية والمدافع والرصاص احنا الشباب الفدائيه جند المقاومه والخلاص ولا عمر رايت النصر هتفارق بينا ولا عمر الصعب يهزنا يا شعبنا قوم للكفاح ند العروبه دمنا مصر امنا عشا صباح والله نرفع عمرنا في ده كل شبر في ارضنا تسبح براح ولا عمر الظلم دام على ارضنا اسال تاريخنا والزمان على ارضنا اياما هزم مغول تتار فرس ورومان الشعب عمره ما ينهزم ويقول خلاص تشهد اثارنا بمجدنا وبجندنا نجيب الخلاص كابتن غزالي يا جماعه السويس في وقت الازمات ازمات الحروب حتى ازمات ماتشات الكوره هتافهم الرئيسي حامي السويس يا غريب مين بقى هو سيد عبد الله الغريب هو اول فدائي في هذه المدينه تقريبا المدينه الوحيده اللي الولي بتاعها فدائي واهلها طلعوا زيها فدائيين عبد الله المهدي كان يعني ملك الفاطميين في المغرب الكراميطه كانوا بيقطعوا طريق الحج في السويس فبعت لهم
سيدي ابو يوسف ابن محمد ابن يعقوب بحمله عسكريه علشان يدحر او يهزم القرامطه اللي بيغيروا على الحجاج او بيحاربوا الحجاج او بيسرقوا الحجاج او قاطعين طريق الحج. واستشهد هذا الرجل على ارض هذه المدينه الفاضله وكان مشهور جدا بصرخه بيقول اقدموا سواسيه لارهاب اعضاء الله. ولما استشهد عملوا له هذا الضريح وهذا المقام وبنى على هذا الضريح الخديوي عباس المسجد اللي قدام حضراتكم ده وتم تجديده وقت ثوره يوليو او بعد ثوره يوليو. من ضمن الحاجات المهمه لازم نعرفها انه واحده من الاساطير اللي بتروى في هذا المكان انه وقت توسعه المسجد فتحوا المكان اللي فيه الضريح وبيدوروا على الرفات فمش لاقيناها. فبعض الناس عندهم شك انه سيد عبد الله الغريب مش موجود هنا. فبعد يومين جت رؤيه للشيخ حافظ سلامه زعيم المقاومه في السويس انه سيدي عبد الله الغريب بيقول له لا انا مش موجود في المكان ده، انا موجود في المكان الفلاني. فلما حفر في المكان الفلاني لقوا جثمانه، ومن هذه اللحظه تحولت الاسطوره الى يقين بالنسبه لاهل السويس. فبالتالي ما كانش ينفع نبقى موجودين في السويس وما نجيش نقول لسيد عبد الله الغريب السلام عليكم والسلام عليك يا حامي السويس يا غريب. دلوقتي هنقفل بقى رحلتنا في السويس وبحتة تانية أو حتة أخيرة نروح السويس ليها علاقة بالفن والسلسلة. ايوه يا سعاده منور عم سيد ربي يخليك. ما ينفعش طبعا ان احنا نكون في السويس وبندور على حته ونروح مصر في السويس وما نتكلمش على روح السويس نفسها الموسيقى والتراث اللي موجوده في السمسميه. السمسميه طبعا حاجه تخص كل مدن القناه، لكن سمسميه السويس حاجه مختلفه لان هي جمعت ما بين فكره الفن والمقاومه. هي سمسميه المقاومه قبل ما تكون اي حاجه زي ما كانت في بورسعيد واسماعيليه، هي ليها هنا طبع تاني ومختلف. معانا عمنا سيد كراوية، سيد كابوريا، وعمنا سيد هو واحد من مشاهير واعلام السمسميه في السويس، وكمان واحد من فرقه ولاد الارض، الفرقه المشهوره بتراثها في مدن القناه عموما. نورنا عم سيد. اهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وصحتك طيب؟ وانت طيب يا باشا. احنا دلوقتي المجموعه اللي معانا دي جمعيه محبي السمسميه في السويس. جمعيه محبي السمسميه والفن الشعبي لمحافظه السويس. محافظة ببروتوكول تعاون مع مركز فيصل الرياضي. مع مركز فيصل الرياضي. اه اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اللي احنا موجودين دلوقتي، وطبعا بنحيي الاستاذ احمد فضل رئيس المركز، وبنحيي مجلس اداره النادي، وبنحيي كل انسان
رياضي او حبيب في النادي موجود. طيب عاوز اقول للناس بس ايه الفرق ما بين السمسميه في بورسعيد في الاسماعيليه عن السويس؟ السمسميه اساسا عشان ما نجادلش في الحاجه خليها علميه. السويس عمرها قد ايه؟ الاسماعيليه عمرها قد ايه؟ بورسعيد عمرها قد ايه؟ احب الاجابات القاطعه، اموت انا في الاجابات القاطعه. نشوف العمر ونشوف الترتيب بتاعها. قلت ان الاسماعيليه بتلعب سمسميه ده شيء جميل لانهم ابناء قنال. بورسعيد بتلعب سمسميه برضو شيء جميل، بس الام هنا، الاصل هنا في السويس. هنا الاصل في السويس. وبعدين في حب متبادل بين المحافظات. يعني انا النهارده بعمل تسجيل مع سعادتك، في الفنان سعيد برجمون ساب شغله من الاسماعيليه وجه عشان يساندنا ويقف جنب مننا. يعني في حب، اللعبه فيها حب اكتر ما فيها، عشان فيها فن كمان. طبعا الفن بيجيب حب، بيجيب حب صحيح. السمسميه هنا خمس اوتار. خمس اوتار، هي اتخلقت خمس اوتار. هنا بقى في زودوها مثلا عملوها 20 و18 وبتاع مش عارف ايه عشان التون ومش التون، انما هي خمس اوتار. خمس اوتار واساميها هي مش موجوده في التخت الموسيقي لانها عجزه عن الاداء في التخت الموسيقي. يعني سبحان الله الخمس اوتار مش موجودين في التخت، الربابه سلكتين وموجودين في لانها بتتحفظ. الاسماء بتاعتهم يعني مش دوسي والكلام ده، لا الاسماء ده شراره. ده شراره وده صداد وده رداد وده مجاوب وده البومه. معلش علومي تاني بقى، شراره ده الشراره اعلى حاجه. الشراره، صداد الرداد المجاوب البومه. البومه دول خمس اوتار بتوع السمسميه. خمس اوتار بتوع السمسميه اساسيا. طبعا الفنانين بيزودوا فيهم، بيعملوا يعني ايه، عايزين يجيبوا مثلا ايه ربع قانون تلت قانون عشان يبقى معاه امكانيات يقول ام كلثوم. انما العزف الشاطر بيقول على الخمس اوتار. الخمس اوتار. طيب ارجع بيك بس شويه لورا كده لفرقه ولاد الارض. كلمني شويه عن ولاد الارض، عشان ولاد الارض دي جزء من السويس، حته من روح السويس نفسها. ولاد الارض دي حدوته ربنا يشفيك كابتن غزالي يا رب. انا شفت النهارده ربك والحق ومشيت. انا حسيت احنا كنا النهارده يا جماعه احنا بنزور الكابتن غزالي بنعمل حوار. عم سيد دخل قعد معانا شويه وخرج والدموع في عينيه الحقيقه، عشان بس يعني اكون صادق معاكم، لان الراجل ده يعني حبيب واخ اكبر لينا واب لينا. احنا لما اتجمعت ولاد الارض اتجمعت على حب السويس 1967، كنا بنقابل الجنود اللي رجع من الهزيمه وكنا بنقعدهم في الاماكن العامه ونبعت جوابات. لا انت منين يا ابني من حلفا؟ ابعت الجواب لامه، ابعت جواب لابوه، ابعت. وطبعا كنا بنعمل ايه اللي ممكن نعمله ونكر نفرزه. السمسميه مش هقول لك، السمسميه في اساس السويس طياره. لانها مشاركه في جميع الحالات، يعني مشاركه في الفرح، مشاركه في الحزن، مشاركه في الحرب، مشاركه في السلم، في الطهور، في كل حاجه، في الموت. هي حته من روح البلد. هي حته من روح البلد، ومش هنا بس، بقت حته في بورسعيد واسماعيليه والسويس فيهم الحته دي اساسيه. الحته دي اساسيه موجوده. اللي كان بيميز فرقه ولاد الارض عن اي فرقه؟ لا فرقه ولاد الارض ملهاش منافس. ملهاش منافس. كان فيها من يعني الله يرحمهم، كان فيها من احسن العازفين عم ابراهيم البلطي الله يرحمه، وهو مش بلطي، اسمه ابراهيم محمد حسن بدران، هو من سوهاج. بس مش مع توفيق بتاع الجلاتي وتوفيق بلطي، سابوه البلطي عشان يبقى الامور ايه واضحه. لا عشان ما اقولكش البلطي هناك هو اللي لا تبقى الامور واضحه كده. ومين تاني في اولاد الارض دي بقى؟ كان في الله يرحمه غريب محمد سالم طبال، ده كان بيطبل على خمس طبل. يعني احنا كنا في اضواء مدينه ونجوى فؤاد قالت له هديك 1000 جنيه في الشهر، احنا كنا هنا بناخد 4 جنيه. 4 جنيه. رفض ال 1000 جنيه بتاعت الشهر وقعد عشان ال 4 جنيه وعشان بلده. وعشان بلده. انا بتمنى الروح اللي كانت موجوده في 67
يا رب نرجع حتى العشرة من مية، يا رب نرجع لخمسة من مية. دي تقريبا الكلمة اللي بنسمعها من ساعة ما جينا السويس النهاردة، كل يوم بنقابل أي حد يقول يا رب الروح اللي كانت موجودة على 67 تبقى موجودة دلوقتي. طبعا، لأن دلوقتي معظم الشباب ربنا يهديه دماغه طارت. طيب، واحدة من أهم الحاجات اللي كانت لولاد الأرض بعد النكسة على طول كانت فاتت كتير يا بلدنا. كان في هنحارب حتى النصر ونموت وتعيش يا مصر، عمال وفلاحين هي الثورة هي الدورة هي الثورة مصر، كلها حاجات عشان تفوق الناس، عشان تفوق الناس. وكنا بننزل مواقع للعساكر ونروح معسكرات التهجير نعمل حفلات ومساك، كانت فرقة ملهاش حل. طيب سمعنا ايه دلوقتي بقى؟ الوقت بأمر الله احنا برضو ايه يعني بـ 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 بنعمل مدرسة اطفال عشان احنا متوكلين، كله متوكل، دي حاجة من الحاجات الحلوة. احنا بنورث دلوقتي الولاد الحاجة عشان يقولوها عشان يقولوها تبقى موجودة في وسطهم، يقدروا يقولوا دي ويقولوا دي ودي. في بنات عندي اتجوزت انما واحدة منهم ولا اله الا الله قلت لي انا جبت بنت سنتين كده وحاجبها لك. ليه؟ السويس الاصيل بيحب الحدوتة دي، بيحب السمسمية، بيحب السمسمية دي، عنده انتماء ليها. وانا في دماغي اللي ما بيحبش السمسميه ما بيحبش مصر. صحيح. بيسموها ايه دي يا عم سيد؟ دي معالق. كان الاول بيتحط ازازتين فاضيين ويتخبط عليهم كده بين الاثنين. لا كوبايه، لا ازازتين. انا شفت كوبايه دي قبل كده. لا كوبايه، لا كوبايه ما بتعملش صوت. الازازتين عشان فيهم طول الصوت بيرن ويطلع من حته ضيقه. فبيبقى فيها صوت اجمل. المعلقتين دول غنوا عن الايه؟ عن الازازتين والكوبايات والكلام ده. ده شامبر صلب وفي الحامات دي وبيتعمل دي بيشتغل بقى بيها. ملهاش اسم معين؟ لا معالق. اسمها معالق، اسمها معالق، بتعمل شغل كبير في الشغل، بتعمل شغل كبير. بتعمل شغل حلو. طيب انت دلوقتي خلاص يعني ما شاء الله 80 سنه و75. لا 70 سنه يا عم، ما تكبرنيش. 75 75 اكيد مش هتتجوز تاني يا عم سيد دلوقتي. دلوقتي احنا اكيد مش هتتجوز تاني، فاحنا بنقول الحقيقه. لو في عروسه ما فيش مشكله. خلاص يبقى 44 وهندخل الحنه دلوقتي عشان لسه بتقدر ترقص بقى زي زمان؟ طبعا. ده نقوم بقى نشوف. طب قوم نشوف. يلا نشوف. قوم نشوف. انت المدرس بتاعي. ده المدرس بتاعي. انت جيت تعلميني انا كمان. نشوف بقى مين هيكسب. كده مامي
هجيب كده احسن منك. دي على قد وبعدين اخر يا عروس البحر. يا عروس البحر يا عروس البحر يا جنية يا جميلة يا حلوة يا شقية اطلع من البحر وغني لي اغاني حلوة سواسية يا عروسة البحر 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 يا جنية. واحدة من أشهر الحاجات المفرحة في السويس هي الحنة السويسي. هي أساسها. أي هتقول لنا بقى الحنة السويسي يا جماعة. وليها أغاني بقى للحنة. ليها أغاني. فهنجيبها نحطها في وسطنا بقى ونغني أغنية. حاضر. صباح الحبايب ده الهوى قصده العجايب. الصباح صباح الحبايب الهوى قصده العجايب. ده كل يوم بتيجي عندي أصلكم نصبح نسايب. حنا يا الحنا يا قصر النداسة يا خبك حبيبي يا عيني يلا بالهوى. ويا خوفي من أمك لا تسأل عليك لا حطك في عيني يا عيني واتكحل عليك. الحنة الحنة يا قطر يا سلام يا شبك حبيبي يا عيني يلا من وعليك النبي صلي عليك النبي صلي وصلي عليك النبي صلي وصلي. انا مستعين بالصلاة الكريم انا مستعين بالصلاة الكريم واحد الفرد المعين الواحد الفرد الصبر الواحد الفرد الصبر واحد كريم ولا يضم خلق العباد على ما يرام واحد ولا ينسى احد واحد ولا ينسى احد. كان اليهودي في خبر كان اليهودي في خبر وصل النصارى من خبر عنده خدم وعبيد وجوار عنده خدم وعبيد وجوار ايه كانت عنده مأمون كانت عنده مأمون بحب نبينا مسؤولة تعشق نبي كامل الأنوار تعشق نبي كامل الأنوار ايه وقال لها دنك دنك ما تعبديش النبع عمرك ومقلل حصل لك مثل يهودي يحصل لك ومعبدي حجر الزمار ومعبدي حجر الزمار وقالت له اخلص يا ملعون احسن يقولوا عليك مجنون قالت له اخلص يا ملعون احسن يقولوا عليك مجنون دين النبي العالم المنصور دين النبي احسن لديان دين النبي احسن لديان سبها اليهود في العيدر وجاب لها خنجر فبري سبها اليهود في العيدر وجاب لها خنجر فبري خلاها يطير زي النار خلاها يطير زي النار بيده قطع ايديها بيده قطع رجليها صوابعه حرم عينيها ولا اختشى عذب الرحمن ولا اختشى عذب الرحمن. قبل ما هو ورماها قبل ما قبل ورماها قبل ما قبل ورماها مامونة تنادي مولاها يا من على العاصي سطار يا من على العاصي سطار. سيدنا النبي في ليلة الجمعة سيدنا النبي في ليلة الجمعة شق القبر مع الصحبة لقى ميمونة في حي الطاهر قال لها انتي مامونة اللي في حبي مفتون ايش قطعك من ابو كرامة قالت عدوك يا مختار قالت عدوك يا مختار. سيدنا النبي مع تصديقه سيدنا النبي مع تصديقه بمسع الجرح بريقه يفزع بسرعة مع رفيقه انت لم يعلم بالحال
المسجد بس على الرجل شافت بس على العين شافت شافت نبي كامل الانوار شافت نبي كامل الانوار وقال لها دنك دنك مهما جرالك وحصلك بيت اليهودي احسن لك واذا منطلق جنة رضوان واذا منطلق جنة رضوان يوم هاليهودي رجع بدري يوم هاليهودي رجع بدري لقى ميمونة في حلق الدار لقى ميمونة في حلق الدار قال لها انت ميمونة اللي في حبه مفتون ايش طيبك وقبل مرة قالت حبيبي يا غدار قالت حبيبي يا غدار قال لها بينا مامونة يمكن بسيفه يهديده نسلم على دين المختار نسلم على دين المختار هو يا حاج يا حي الله هو يا حاج يا حي الله هو يا حاج يا حي الله البدوية من بدحها شالت النخلة بدحها البدوية من بدحها شالت النخلة بدحها قالت يا كابوريا تحتها وهتهاني عند الزيتية حلم الله يا حاج يا حلم الله يا حاج البدوية قالت لي يا زين قد يصبر يا كحيل العين البدوية قالت لي يا زين قد يصبر يا كحيل العين هات لي تاكسي وخد كلمتين فسحني عند الأمرية حلم الله يا حاج يا حلم الله يا حاج ولا يا صعيدي طب وانا ساكن طب وانا ساكن طب وفلوسك فلوسك ايه ولد يا موسى ايه ولد يا موسى ايه والله مانا ايه والله مانا ايه ورحنا بويا ايه والشمسك الشمسك وانا رايحة انا رايحة اها البت البيضة ضيعت جيبنا اطلع يا بوس هيجوزوك اطلع تجيبه جوزني جريده الليلة 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 طب ليه انت كزينة ايه ابو جلمبو ابو جلمبو اها اها حم السويس حم السويس ايه حم السويس حم السويس اها ايه صلي وصلي اديله خلاصه اديله خلاصه اديله خلاصه اديله خلاصه شكرا يا ابو حامد السويسي غريب انا مشكور جدا يا عم سيد ربنا يخليك بشكر حضرتك كلكم على وجودكم معانا النهارده ربنا وده جزء من اهم حته في روح السويس سمسميه السويس وحامد السويسي غريب اه صباح الخير